لقد ترجم أحضيري أبو عزيز هموم أبناء الشعب الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية في كثير من النتاجات الغنائية. المتتبعون لغناء ولفن حضيري أبو عزيز بصورة عامة يتذكرون أغنية عمي أبو التمين مش العريضة السمرة على الشاي طاحت مريضة، يتذكرون أيضا شريد من المختار والدال الشرطي أغنية يا أبو بشت بيش بلشت، يتذكرون أيضا أغاني عديدة. بالنسبة للظلم الاجتماعي كانت أغاني حضير أبو عزيز تقاوم هذا الظلم وترفضه، تتغنى بالحب بالتفاؤل، تدعو لتحقيق أمان المحبين وترفض قسوة الأهل. هلي أوي هلي خلهم يولون هلي ماردنا هلي الما جابوا ولفي إلي خايبين يا ظلام ترى الفرقة شوت قلبي تشوي.
بكتر انت انت بكتر وانا بكتر صرنا صرنا وبعد هيهات جمعتنا
وخليت قلبي لي شهلي بالحب تجوى، خليت قلبي لي بالحب تجوى. وصبني